هنا تفريق يذكره بعض المفسرين، ما الفرق بين كلمة الصيام والصوم؟ يعني الله هنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهو في الأحاديث مثلا جاء والصوم جنة، يعني ما الفرق بينهما؟ أولا هما مصدران للفعل صام، على وزن فعل صوم وفعال صيام، نقول صوم وصيام وضوء وضياء. بعض المفسرين وشراح الحديث لا يفرقون، يقولون الصوم هو الصيام ولا فرق بينهما. وقد ورد الصيام في القرآن والصوم في السنة، وفي القرآن ذكر الصوم مرة واحدة والصيام 7 مرات، صيام الفرض وصيام النذر وصيام الكفارة، هذا يعني تكلم عنه أهل العلم. وبعض المفسرين وشراح الحديث وأهل الغريب يفرقون بين الصوم والصيام، فيقولون الصيام متعلق بالعبادة الشرعية المعروفة فقط، لا يطلق إلا على العبادة الشرعية المعروفة، فلا يطلق مثلا الصيام على مجرد الإمساك فقط، لا، هو مخصص بهذه العبادة الشرعية. والصوم قالوا يشمل العبادة الشرعية وغيرها بناء على أصلها اللغوي، قال تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، فالصوم دلالته أعم وأشمل، فبناء على الأصل اللغوي وهو الإمساك. أما الصيام فلا يطلق على يعني العبادة وغير العبادة، لا، وإنما خاص بهذه العبادة المعروفة، هذه الفريضة الصيام العبادة، سواء فرضا أو نفلا، هذا يقال له الصيام. أما الصوم فهو يشملها ويشمل غيرها. أيضا يعني يقول بعض المفسرين في القرآن جاء الصيام لأن الكلمة فيها زيادة حرف صيام، يعني مادة الألف، لتدل على ما يعانيه الصائم من جهد ومشقة وتكليف، وليس هو مثل الصوم مجرد يعني إمساك فقط بناء على أصل اللغوي. كما قلت إن بعض أهل العلم لا يفرق بين كلمة الصوم والصيام بناء على أنهما مصدران للفعل صام يصوم.